تحيات الله يجزك بخير. هاد الناس هادو راه جات الزنزان من عند الله سبحانه، وكنطلبوها من السلطات يجيو الله يجزك بخير، كنطلبوها من السلطات يجيو، وكنطلبوا من سيدنا يوصلوا هذا الميساج الله يجزكم بخير. هاد الناس هادو راه يا ربي السلامه، راه الناس تكرفصوا بزاف، والناس ماتوا هنا وما قيمه جبدوهمش. هاد الناس مساكن شي ماتت لعائلته، كاين اللي بقى في عائله واحد، كاين اللي بقى جوج، كاين اللي ما بقى حتى واحد في عائلته، كاين اللي لا اله الا الله، اش غنعاود لك لا اله الا الله. بالريح العامره ما كاين حتى اللي يجيبهم، ما كاين حتى اللي يجيبهم لهنايا، ماتوا لهم والديهم وما كاين اللي يجيبهم، مساكن وحطوهم هنا ما كاين، مازال ما كانت لا بيلانس وحده ولا جوج، راه ما دارت لهم والو. كنطلبوا من التراكس الله يرحم لكم الوالدين، شي تراكس شي شارجور تجي لهنايا دير الطريق لهاد الناس اللي بقاو هنايا، راه الناس طاحوا عليهم الديور الله يجزيكم بخير. هادشي بالليل قياس 10 ل 11 هكاك، هادشي اللي وقع، هادشي من عند الله، ما كاين ما نديرو غير كنطلبوا من السلطات الله يجزيهم بخير. هذا اكادير ايموزاز الجماعه ديال تافين، قلت اقليم تالودانت، واحد الفقيه من الفاميله ديالها هنا ما تولدوا في هاد الجمعيه هذا، في واحد الولد مع واحد البنيه، عاد فاش جينا لقينا هذا سموه هكا كاع، ما كنا حنا عارفين راه كاين هذا كارثه هكا. عاد جينا كنلقاو الاموات والناس كيخرجوا، باقيين غير كيخرجوا حتى الان، باقيين كيخرجوا، راه وصلوا شي 42 دابا، 42 اللي شفت انا بعينيا في هذا الدوار هذا لتحت. باش الناس دابا تفهم اكثر، دابا حنا في اين بلاصه كاينين، وهذا دوار، واش قبيله هذه كامله اللي هي هذه قبيله كتسمى امزال، ولكن كل دوار بسميه ديالو، هذا سميتو اكادير، اكادير شي حاجه ما نعرفش هذيك السميه تيدو تيقول هو سميتو اكادير، وكاين هذا الدوار اخرين كلشي هنا كيتسمى مزال. جوج هي واحد البنيه مع واحد الوليد ولاد الفقيه، ولاد الفقيه ديال هذا الجمع هذا، كان هو هو كان هو وكانت واحد البنيه اخرى والجوزه ديالو، الجوزه ديالو راهي في السبيطار، البنيه هي معنا في الطوموبيل، راه جالسه معنا دروك. هي كيبان لك شي اسعاف، إذا كيبان لك شي إسعاف دروك راه كاين من قبل، أنا هكا لقيت هنا فاش جيت في 9 ديال الصباح هكا لقيت ما كاين لا إسعاف لا والو، ما كاين إسعاف. شنو الرسالة اللي غتوجه؟ هو بحال هاد الكوارث هادي كيخص المخزن يحضر، يكونوا الآلات باش يعرفوا بأن الناس اللي باقيين حيين على الأقل يعتقوهم، إما اللي مات راه مات. دابا واحد يوم ولا ثلاث أيام يبداو يعطيو الروائح الكارهة، ما يقدر حتى واحد يقرب هنا. إيوا أنا هادشي كيبان ليا. وما نعرفش شنو هو السبب، واش كثير عليهم هذا الشيء ولا واقيلا راه كثيره من هنا حتى لمراكش كاينين الاموات. الرقم غادي في الارتفاع، انت كتشوف كل ساعه كيخرجوا جوج ثلاثه غير في هذا الدوار اللي حنا فيه، اما الا مشيت مع سمحت لها عالم الله اش غتلقى. الناس عياو راه باتوا كيحفروا، راه كيعرفوا نيت بان الاموات ديالهم كاينين، ولكن ما قتلوا قدروا يحفروا، خاصهم المساعده، خاصهم حتى المتطوعين ما كاينين اللي غادي يحفروا. راه دابا يحفروا غير القبوره، الناس بيتها كتحفر وظلها كتحفر، ما قادرين يحفروا حتى غير القبر ديال العائله ديالهم، كتقول لهم دروك ما كاين اللي يحفر حتى غير القبر، القبر واعر وما كاين اللي يحفر. اخويا لا تعرفي والو.